الله. السلام عليكم. هاي الطريقة بتكون إياها للشخص المزقي، أي شخص مشرب سووه أنتو أو سووه نيابة عنه، وإذا مرضت فهو يشفيني 127 مرة، تقروها على مي وشربوها مدة 7 أيام، يعني يوميا هذا العمل يتكرر 7 مرات تسووها، وإذا تردون تسووها الشخص بدون علمه فالمي تخلوه بالشاي بالأكل بالشربات باللبن بأي شيء، بإذن الله تعالى شك وسقة بالأمعاء راح ينتهي. السلام عليكم ورحمة الله.